بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدنا كان لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكي كتاب جديد لي ترسينوغن نا حلقاتنا ناتو أقروكم بإذن الله عز وجل. نا كتابنيها كتاب تنبيه على أفهام بشرح عمدة الأحكام الشيخ ابن عسيمين شرح قلنا له إن كتابه ني أصل عبد الإمام الحافظ المؤرخ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي نسبة إلى جماعيل، قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين المقدسي ثم الدمشقي. عبد الدقان المقدس اثنين نا كتاب سنة ألفه قن إن شرح خلو الشيخ ابن عسيمين رحمه الله قن ما نا إن شاء الله مقدمة نين ترينا إن كتابه قن حلقة لارجن بناء لارجن سلف درجن ما إن كتاب سي إنه لو رني أخذ نهم يسير نكتابنين أحكام عبادات على الأقصى طهارة جلسة جلسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أهمية كيموسي نيل قابحقن. أما إن شاء الله لاقش تابعنا له شعنهن. أما بإذن الله عز وجل الأخوة جابريا أول مباشرة كتاب لتونه بإذن الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار. بإذن الله عز وجل نكتابنين إن شاء الله قريو جملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم روغن أخروغن نا حديثنا وكنين حديث صحيحة الإمام البخاري والإمام مسلم روايوغن. أما بإذن الله عز وجل جار إن شاء الله نفع على سيدنا وخير رسيني بوم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام عباداته أحكام لقابر رقن. أما إن شاء الله نتفاصيل ناس لاقش قالنا لهم إن شاء الله حديث ناس لاقش قالنا لهم. أول حاجة توندي بمنا أول حاجة ترسي نبهم بقى إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكي كتاب الطهارة ورنقن طهارة لغة لي قابلي نيسانا كودو مصطلح لي شارع لي ورنقن إن لين عسان عتى لقاش تراه بينا لو ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم زي نا حديث ناس لقاش إن شاء الله كودو تفاسير در معاني سير نرد استفيد نحن منه نا حديثين ورا نقلنا ناقشر قاو ورا يخون ويحقن لا ريسي إن شاء الله لقاش تراه بينا وكن ديو. ما كتاب الطهارة يعني نيو سنعت الطهارة تتعلق صخ لقابينه وقلنكي معنا ندقوا لي قريب حاجات قريب لقابين وقلن الحلقات لا ريك نرتقى سر لشخطي لكننا كتابنين بإذن الله عز وجل نان أي سنعت حكمهم بخديبو إن عشان القابير وقلن ني خاص باب طهارة وقلن. الطهارة في اللغة ورانا قلن طهارة النظافة نظافات يخ أرستر لقن إنسان نظيف أخره عمق إلى عمق لد عمق حقي إنسان نظيف قن إنسان تكي حقن إنسان نوى تكا نوى حقن أرستر قن إنسان نظيف دي إنسان عمق دي.
طيب، وفي الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال النجس، وتطلق على نفس التطهر، وهي بهذين المعنيين حسية. طيب، طهارة نما حندند طهارة حسية نريا ارتفاع والحدث وزوال النجس. ارتفاع الحدث الأصغر أو الأكبر، يعني إنسان وري جنابة وأنا أقوله، وري حلام وأنا أقوله، وري جماع وأنا أقوله، وري شق كدن وشق أو قال أي شيء أنا نيل أكن نين مقرصر النجاسة وأنا غر إن قاصر يا حرب برو قال سن حاجات ترفع أكن عشان كده ورينا خلنا لا نلا ودنري تظهر جن كده معنا تنروح معنا حسية جن معنا قال استحقن وكده، وتطلق على الطهارة المعنوية كذلك، يعني اللي ينقص عن عدل الطهارة حسية أكيد طهارة معنوية، وهي طهارة العقيدة والأخلاق والأعمال، وهذا قوله تعالى الطهارة المعنوية طهارة العقيدة إنسان شركيات لدنوتك ولدنوتك دينها، طهارة حسية إن حاجات أن أنذكر ولد شق كدن ولد أخن قر أخن أي حاجة طهرت والجبد وقسل والجبد ونظافة والجبد وضوء والجبد حاجات مقرصر يا عسر ما انسان نظيف طاهر اكو عباده جائز اكو ديرو دلواني رما عباده طهارت لي سير الله. وهذا قوله تعالى، ومن هذا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، الله سبحانه وتعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله في مقابل ذلك انما المشركون نجس نجس، وقوله صلى الله عليه وسلم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وقوله صلى الله عليه وقوله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نين الله سبحانه وتعالى بيّنك النكوخ ورنق النجس ورنق انطهارت انطهارت معنوية النين إن إنسان إني إيمان دني عقيدة دي سليم نظيف طاهر أكن، ويا الله سبحانه وتعالى يعني تطهير سوها بقى بيكون ديو ما يكونكو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله مقابل نسان عدن المقابل إنما المشركون نجس المؤمنين نا زكوات دي نا صلوات دي نا عبادات دينين تزكية في وقت دراكك وقلهم طهارة تراك أقولهم نظافة تراك أقولهم بركة تراك أقولهم بجخ النار تنمية نيا أموال در أكب، لكن عندين نجس جن. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، يعني إنسان الخبائث يعني عكس الطهارة عكس الأشياء النظيفة عكس الأشياء الكويسة، إذا نكده ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث الله سبحانه وتعالى نسيه، وقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. نين الله سبحانه وتعالى يوقن. وقد بدأ المصنفون في الفقه وأحاديث الحكام كتبهم بالطهارة لأنها مفتاح للصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا صلاة إلا بطهور. طبعا العلماء دائما ترجو نونسك من كتب ناوسي نباب ندو يغطر ينكن أن طهارة تريه طريناكن لأنه طهارة أصل أساسي نريا صلاة طهارة إن قد قالاني وريق بعد الشهادتين بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله يردن بأركان لي نركون مباشرة أن ترى صلاة ما نسبت ند صلاة يخي طهارة إن قد أكلاني ما ناوكم مؤلفين إن كتب ستريو إن أشياء فقهوا لي إن أشياء أحكاموا لي إن أشياء أنا عبادة تتعلق سو كتبت نين دائما إن كتب طهارته بقى طهارته خد ترينا كله. ثم مناسبة قد لا تكون بما قصده العلماء بالذات، وهي تذكر المتعلم عند بدء تعلمه بتطهر قلبه وإخلاص نية لله تعالى في طلب العلم بأن يقصد بذلك بأن يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة وحفظ الشريعة الإسلامية ونشرها بين الناس وحمايتها والنداء لدونها ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس جميعا حتى يعبد الله على بصيرة. طبعا قصد كده طهارة النفس طهارة القلب طهارة
العقيدة نوتا كونين لاقش تريو إن إنسان طالب العلم أكن إنسان علم سواء أكن شيء طاهر شيء نظيف قريت نوتا كو تري روجن ما نينقل مقصد من باب طهارة وطري أخوه نان قراصك حديث سرق إني قال لك عني لكن وريق ويم باب طهارة وطري نخن هم بعلم هم بعلماء هم بكتبك هم بعلماء ناوك بجي خانك تريو نونسك إن كتب ناوسي أول شيء باب الطهارة وريق طهارة يعني نسنك ندنقت إن عمل أشكال أكو ديبو طهارة حسية رأكن طهارة معنوية رأكن عقيدة ده أخلاق ده آداب دي إسلام سوجب ده كده نيسانكر طهارة بدن خور في خط خور نجاسة لتحدث تدر نجس تدر خبائث تدر نوع تكو لدنا هذا كلد إنسان طهارة وانوسك جارسي نظيف أكو قابل دور علم نيسا علم سرشاق. طيب نان مباشرة الحديث الأول اللي تهنون الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب نين ان مقدمة رجل نحن حلقة تنيني نحن حديث لتورن بجحقين نيت الدوينوغن مباشرة حلقة لينغريت إن شاء الله الحديث الأول لتونوغن بإذن الله عز وجل أي حديثة سكة دقيقة سواتة دقيقة قلي بجحقين دبنا وريهم قريو قابنا نعدام ان الشراسة تراحبه كله نين مقدمة كائر قردقن نا كتاب لقابراري نا أهمية نباب الدخلي قبل رجن ودليل سياق القرآن لدنا عصره نجيبا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.